حصلت لك قبل كده وانت بتصحى من النوم حسيت انك مش قادر تتحرك ورجلك مشلولة؟ صحيت مرعوب وبتعرق وعرفت ان ده احد اعراض اضطرابات النوم اللي بيتسمى بشلل النوم او الجاسوم او الجافون. التعريف العلمي للجاسوم ان هو حالة من الاختناق وعدم القدرة على الحركة اثناء النوم اللي قلبه ضعيف يجمده وما يخافش ويكمل الحلقة للاخر عشان تقدروا تحموا نفسكم من اعراض الجاسوم. بقالي تقريبا يومين ما نمتش عشان اخلص الفيديو. اتمنى من حضراتكم تقدروا تعبي وتساعدوني في تكبير القناة والاهتمام بعمل لايك، لان اللايك بيساعد بشكل كبير في نشر الفيديو. يلا بينا نبدأ ليلة الرعب. طبيا ده شلل مؤقت في الجسم، تجربة مرعبة عند البعض بتحصل أثناء النوم، ويمكن تلخيص عوارضه في عدم القدرة على تحريك الجسم أو أحد أعضائه في بداية النوم أو عند الاستيقاظ، وبرضه بيصاحبه هلوسات مخيفة وأعراض شلل النوم بتستمر لثواني أو كام دقيقة، وخلالها بيحاول الشخص طلب المساعدة أو حتى العياط، وبتختفي الأعراض مع مرور الوقت أو لما يحصل زعيق أو صوت عالي حوالين الشخص اللي نايم. الدراسات بتقول بأن 2% من الناس بيتعرضوا لشلل النوم على الأقل مرة في الشهر، وبيصيب الشخص أيا كان عمره، وبيتعرض 12% من الناس للأعراض دي لأول مرة خلال فترة الطفولة. الجاسوم أو الجافون هو ببساطة إنك تحلم إن حد بيخنقك وإنك مش قادر تتحرك أثناء النوم، زي إنك تحلم بإن في تعبان بيجري وراك وإنت مش قادر تجري، أو تحس إن حركتك بطيئة. أي حد بيجيله صداع نصف دايما أو بيجيله حالات من الاضطراب والقلق أو دايما متوتر او مكتئب، ده يبقى اكتر عرضة للاصابة بالجاسوم او بشلل النوم. الجاسوم او شلل النوم ده من اشد واحد الامراض اللي لو حد بيعاني منها بيؤدي به الى حالة من الشلل التام اثناء النوم او بعد ما الشخص يصحى بكام دقيقة. بيمتنع الشخص عن الكلام او الحركة، وبعد الصحيان من النوم يصاب الشخص بنوع من الهلوسة السمعية او البصرية، بالاضافة طبعا للقلق والخوف والتوتر. في الخرافات القديمة بيقولوا بان الجاسوم هو شيطان بيتخذ شكل عاشق ذكر ويغتصب البنات أثناء نومهم. وفي التراث الكنسي الغربي الجاسوم كان ملاك واتطرد من الفردوس بسبب زيادة شهوته، وأحيانا بيظهر بشكل رجل معروف للمرأة سواء قريبها أو أخوها وبيتحرش بيها، وكانوا بينصحوا المرأة بأن العلامة اللي تفرق الجاسوم عن الشخص الحقيقي هي أنها تلاحظ أن كل سكان البيت في حالة نوم عميقة لحظة ظهور الجاسوم. العلماء استطاعوا حديثا اكتشاف سر الاضطراب ده ووصفه بطريقة علمية، وده بعد اكتشاف مراحل النوم المختلفة ومعرفة جميع التغيرات الحيوية اللي بتصاحب كل مرحلة، ومنها مرحلة النوم الحالم اللي بتبدأ بعد 90 دقيقة من بداية النوم في التلت الأخير من ساعات النوم، يعني قرب وقت الاستيقاظ، وتتميز بارتخاء كامل لعضلات الجسم كلها ما عدا عضلة الحجاب الحاجز وعضلات العين الخارجية، ويعرض فيها للنائم من الأحلام المسلسلة الواضحة ما يمكن أن يكون نتيجة لنشاط ذهني غني بالأحداث. ظاهرة الجاسوم أو شلل النوم بتحصل وقت خروج الإنسان من مرحلة النوم الحالم إلى مراحل النوم غير الحالم، فيبدأ يصحى ويحس باللي حواليه بس مش قادر يتخلص من خاصية الارتخاء العضلي الكامل اللي بتميز مرحلة النوم الحالم، وده بيؤدي إلى الشعور بالتوتر والرعب نتيجة للإحساس بالعجز والاختناق وعدم القدرة على الكلام والحركة، وبتفضل مستمرة نوبة شلل النوم ما بين ثواني قليلة إلى كام دقيقة، وتنتهي بعودة القدرة على الحركة والكلام والاستيقاظ في حالة من الرعب والتوتر حتى البكاء، نظرا لشعور الشخص انه كان في حالة احتضار وكأنه رجع للحياة مرة تانية. من العوامل اللي بتخليك او بتساعد على حدوث ظاهرة الجاسوم النوم في وضعية غلط، زي انك مثلا تكون نايم وحاطط رجل على رجل، او عدم انتظام مواعيد النوم، او يكون عليك ضغوطات متزايدة، او تغيرات فجائية في البيئة المحيطة، زي انك تنتقل من بلد لبلد وتنام على سرير او في مكان غير مكانك، او استخدام العقاقير المنومة او عقاقير الهلوسة. في تاريخ الظاهرة دي ما سابتش حدوث اي حالة وفاة خلال شلل النوم، لان الحجاب الحاجز مش بيتأثر وبيفضل النفس طبيعي، وبرضه مستوى الاكسجين في الدم بيكون طبيعي. في حد بيسأل وبيقول هل الجاسوم بيجي للشخص بسبب تركه للصلاة؟ الصلاة لا غنى عنها في حياتنا، والمفروض اننا نتبع فروض ربنا اللي امرنا بيها، وكمان سنة رسوله، وخاصة في مسائل النوم، وكمان من
ننساش نقول أذكار المساء وأذكار ما قبل النوم. كمان ترتيب يومك مهم جدا، يعني تنام عدد ساعات مناسبة وفي وضعية مناسبة، وترتيب يومك طبيعي ده بيخليك أصلا بعيد كل البعد عن التعرض للجاسوم. حد تاني بيسأل وبيقول بحلم بس وانا صاحي وحاسس بكل اللي بيحصل حواليا، هل ده الجاسوم؟ بص يا غالي، انت اول ما بتنام بتمر بمرحلتين، مرحلة اسمها النوم الحالم ومرحلة اسمها النوم غير الحالم. اول ما بتنام ويعدي عليك 90 دقيقة بتبتدي تحلم باحلام طبيعية وكل حاجة تمام، وهنا بتكون كل عضلات جسمك في حالة كويسة، ودي مرحلة النوم الحالم. اما مرحلة النوم الغير الحالم وده بعد انتهاء 90 دقيقة، وده بسبب نوم مش مظبوط وتوتر وقلق. اول ما بتدخل مرحلة النوم غير الحالم بيجي لك الجاسوم، فبتبتدي عضلات جسمك تتوقف ورجلك وايدك، وهنا بقى بتصحى من النوم فتلاقي نفسك عندك زي شلل مؤقت، او تبقى نايم بس حاسس بكل اللي حواليك وبرضه ما انتش قادر. سؤال تاني بيقول طيب ممكن يحصل لحد وهو صاحي ويخليه يغيب عن الوعي؟ ممكن يحصل اكتر من مرة اثناء النوم، ولما بتصحى بتظهر النتائج بتاعته زي الشلل المؤقت والخوف او القلق مش اكتر، لكن هو ملوش اي اخطار او حاجة مرضية يتخاف منها. سؤال كمان بقى وده مهم لان اكترنا بيعمله، هل ممكن يجي لي الجاسوم بسبب النوم القهري؟ طبعا الجاسوم او شلل النوم بيبقى ناتج عن النوم الفجأة بسبب ضغط زيادة مثلا، او انتقال من بلد لبلد وتغيير الظروف اللي انت متعود عليها اثناء النوم. اثناء حدوث حالة الشلل المفروض انك تحاول تحرك عضلات وشك وتحريك العينين من جهة الى اخرى. وبكده تكون حلقتنا خلصت، وما تنسوش تعملوا لايك، ومستني رأيكم في التعليقات، وقولوا لي حابين اتكلم عن ايه الحلقات الجاية بإذن الله. اللي لسه ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس. سلام.